السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات آخر عروض. أكيد النهاردة هنعمل جولة جديدة بس عند مكان جديد بيبيع قماش دفايات وقماش ملايات، وإحنا دلوقتي في العمرانية وده شارع عثمان محرم قدام حورس للبن البرازيلي وقدام المهاول بتاع البويات والمحل أهو معرض الجنة. بصوا شكل الدفايات، استنوا بقى مني فيديو إن شاء الله يعجبكم جدا. دفايات وقماش ملايات بالمتر عند أستاذ أحمد جلال. بصوا يا جماعه، احنا النهارده عند استاذ احمد جلال في العمرانيه. زي ما انتم شايفين كده كل التشكيل بتاع السري دي عنده مرصوص. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كل ده كده اطفال. السعر مع الخامه مع الشكل هتشوفوه كله مفرود في الفيديو ان شاء الله، مع جميع انواع الدفايه. عندك المربعات، عندك الريشه، عندك الاسلام الجديده، وكمان عندك المربعات دي قليله قوي انك تلاقيها عند حد ما شاء الله. تلات الوان دي من دي، كل ده هتشوفيه ان شاء الله في التفاصيل كلها في الفيديو. بصي ده كده اشكال الكبير. العرض بتاع الميلاد زي ما انتم عارفين 2.40 متر، وكمان هو مش مدخل ولا شكل خفيف، واي شكل عندك بقاله زمن هتلاقيه عنده استاذ احمد، لان هو عنده مخزن فيه جميع الاتواب اللي كانت قديمه مع الجديده اللي لسه نازله. وطبعا الاتواب اهي قدامكم كلها متقفله ولسه نازله جديد، هنحاول برضو نفرد لكم منها كذا شكل وبحيث انكم برضو تشوفوا الاشكال اللي موجوده عنده ايه. بصوا يا جماعه ده مش حريمكم من حاجه، جايب لكم كمان الدك بتاع الستاير، يعني بحيث برضو لو حد هنا من المنطقه هنا في عثمان محرم الشارع بتاع العمرانيه. بصوا ده لون تاني، بصوا اللون التالت اهو، كل ده برضو هنعرف اسعاره ايه. كمان جايب الدفايات الحفر الالوف. ماشي نبتدي كده ونشوف في 3 دي. ايه ده في كمان اللي هي خلايا النحل ما شاء الله. بصوا السمار بتاعها ما شاء الله جميل قوي، النبيتي والبني، تلات الوان دول بس. وبالنسبه للبني قلت لي في تلات الوان، ده اللونين التانيين بتوع اللي جوه والكشميره بتاعت الريش. تمام نبتدي كده من 3 دي، وبعد كده نوريهم بقى اشكال الدفايات. هنفرد اول شكل ايه من 3 دي. دخلوا زي ليموني بسيط كده واصفر، وهي الارضيه خضراء. بصوا بس عشان انا للاسف ما صورتش وهو بيفتح التوب، لسه بيفتحه اهو. تمام وده الشكل التماد التقيله اللي هي التاج. تمام والجاكور. الجاكور تمام. والشريط الابيض. والشريط الابيض ماشي. الخامات اللي هو التركي السردين الاصلي. احنا هنركز دلوقتي على كام شكل كده انت قلت عليه لسه جايبه جديد. حلو قوي ده برده، عامل زي رسمه العمريه. ما هي بتاعت العمريه. بتاعت العمريه اللي كان نازل منها لونين تقريبا. ايوه ده والاصفر بتاعه، ومش جاي كده في السري دي، جاي لون واحد. انا لا نزل الاثنين بس انا جبت الاخضر بس. الاخضر جميل بصراحه، جميل جدا جميل جدا جدا. بصوا اللون بتاعه جميل قوي مع المنجاوي ده، يبقى طلقه. طبعا الرسمه دي عارفاها البركان، وعندي منها حاليا دلوقتي في البركان. ونزل اللون الحمصي الغامق دوت في المصريه اهو، اللون ده نزل في المصريه. يعني كل حاجه نزلت في المصريه. أيوة والسري دي ما شاء الله بفضل الله. بص شكلها برده حلو قوي. خد سكرين بس وابعتيه على الرقم اللي انا هسيبه على الشاشه، هو عنده توصيل لجميع المحافظات يا جماعه. دي رسمه ريشه ومربعات غير. بصوا دي رسمه الريشه اهي، المربعات بتاعتها جميله قوي. لا وفيها كام لون برده يمشي معاكي، الاصفر ويمشي معاكي برده التركواز الغامق ده. بصوا لسه الاتواب على البروب بالسيده بتاعه. تمام لسه الاتواب اهي، والله لسه بيفتح. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. والحاجات دي كلها قلنا تقيل مش خفيف. رسمه الفراشه، الرسمه دي جميله قوي وهاديه هاديه هاديه. بصوا جمالها بقى، بصوا الهدوء بتاعها وشكلها عامل ازاي. جمال الفراشه حلو قوي، حلوه قوي برده. دي الارضيه بتاعتها زيتوني. الارضيه بتاعتها زيتوني، ودي الرسمه بتاعتها. بركز قوي انا في الرسمه على اساس انك انت وانت قاعده كده في البيت بتمعنيني تحطي الساده بتاعها ايه. ما شاء الله اللهم بارك، الريشه بتاعتها الاورنج دي جميله قوي. في التركواز برده معاها كحلي او الجنزري تحطيه برده حلوه قوي. بس لسه بيفتح التوب اهو، حتى الصور طالعه منه وجاكو اهو. تمام لما يفتح هو بقى يكون احنا شفنا ايه الصوره اللي على البوست دي. الصورة اهي على الطبيعة بقى، رسمة هي باينة قوي على البوست انها حكاية بصراحة. بصوا شكلها اهي بالظبط، جميلة جدا. لو شكلها على البوست مبينها اكتر حلوة بقى. تعمليها بقى كفر لحاف، تعمليها ملاية، تعمليها كوفيرتا كابوتونية، كل حاجة شغال معاكي. نحلي برضه دي خلايا نحل، بس الخامي بتاعها ده حلو قوي. تمام كله باذن الله هتلاقيه على الجروب، كل ده على الجروب واتساب مفروض مع السده بتاعه. هو في تليجرام يا استاذ احمد؟ في تليجرام. طيب تمام، يعني كل ده مفروض على التليجرام ومفروض على الواتساب. ده كل الرسومات البركال مع العمريه كله دخل في بعضه. بس جميله
تاني كان نازل منها لونين البني والرمادي صح كده. ايوه حصل. هو بص بقى ما اتفردت بس عامله زي قشر السمك من تحت تطلعي فوق كده تلاقي الجزئيه بتاعتها فيها ورود والجزئيه الثانيه برده فيها ورود نص ساده ونص عامل زي قشر السمك كده ما شاء الله دي جميله قوي وهاديه. بصوا بصوا الخامه اكبر عليها. لا ما شاء الله ده الخامه تقيله قوي. لا تقيله تقيله حلوه قوي. السري دي عند استاذ احمد والله العظيم تاخديه على ضمانتي مش كده ولا اهوت. اه انت مش هتفرد يعني معانا نفرد حبه اطفال نفرد حبه عشان نشوف برضو الدفايات برضو ايه امشي لكم كده لمحه بسيطه على اللي موجود عشان بصوا كميه الريش اللي حطه جنب بعضه. بصوا قد ايه. بص كام ماشي جايه لحضرتك حلو قوي القلب ده كده الرسومات الجديده تمام. بصوا الرسمه دي برضو حلوه قوي. ايوه بصوا دي كده الرسومات كلها اللي موجوده عنده. بص كميه البجع طاووس بجع 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 كميه بجع على حسب ما انت عاوزه بقى. بس كل الاشكال دي ممكن تكون تايهه عند حد او حد عايز يكمل حاجه تكون مش موجوده عنده او حد مركز في شكل ومش لاقيه عند حد. تركز معايا في الفيديو ده اكيد هتلاقيه هنا ما شاء الله. اللهم بارك عن تشكيل حلو قوي. 3 دي برده احنا خلينا مركز اللهم بارك اللهم بارك. بصوا ده كده الدفايات اللي عنده ده كده ال 3 دي ده كله ده 3 دي ده كده بقى تشكيل ال 3 دي ما شاء الله اللهم اي حاجه في نفسك في السردات تلاقيها فاضل ده ان شاء الله باذن الله. وكمان عنده تليجرام وعنده واتساب هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف بحيث انك انت تخشي عليهم تشوفي الاشكال اللي انت عاوزاها ايه او اللي تايهه منك ايه وتشحني على طول تقولي له عايزه كام متر منها وتمام. ده بالنسبه بقى للمصريه صح. ده المصريه المنقوش بقى بكام؟ 45 45 جنيه كل دي كده اشكال المصريه المنقوش تمام اهي برده همشي لكم عليها كده واحده واحده بحيث انكم تشوفوها. دي رسمة العمرية. ايوه ما شاء الله ده كده مصرية بس هي رسمة مصرية. العمرية ايوه ده مصرية 45 جنيه 45 رسمة البجعة برضه في المصرية الرمادي وال الله موجود هناك في الطرقة هناك العمرية. طب احنا مش هنفرد كام واحد كده اطفال؟ افرد طبعا عشان انا بصراحة الاطفال عندك واحد بيضعف قدام الاشكال دي بصراحة جميلة قوي. بصوا الاشكال بتاعة الاطفال عنده ماشي تمام وانا هركز على المتعلق عشان لو في حاجة مش متعلقه هو يوريها لكم. اللي متعلق انتوا اديكم شايفينه برده في التليجرام هتشوفوا كل حاجه. بس الرسمه دي حلوه كان نازل منها دفايه دي بس اختفت يا قمر فلافيلو هلو. لا دي جميله قوي بس ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك جميله جميله جميله. بصوا فلافيلو وهلو الناحيه الثانيه ايه بقى تاخد روح الخدادية. لا ما شاء الله دي نفس الحجم بتاعت الرسمه الاولانيه. اه تيجي رسمه خدادية جميله قوي من الاتجاهين عليها شغل. احنا قلنا هنركز على اللي مش موجود في العرض وانا عماله ادور عليها في العرض فعلا لقيتها مش موجوده. يعني هو اللي هو بيحاول يفرد لي برده اللي مش موجود في العرض. دي اللي عليها سحابه دي البامبا مفيش منها اللون الثاني. لا مش موجود والله مش موجود اللون الثاني تمام. بص دي بقى جزره والارنوب بتاعها النص الثاني ايه ارنوب صغنن والجزره بتاعته اهي تاخديها على الخدادية اهي والجزره بتاعته تمام. بص القمر ده لا ما هي دي كده باينه قوي وباينه قوي انها شكلها شياكه بصراحه. تيجي كده من على حرف السرير او انت تيجي تجيبيها من الكنار زي ما انت عاوزه. افرد افرد نفردها نشوفها وهي مفروده. ده الشكل بتاعها من فوق تنزلي كده بكلمه بيبي وبعد كده فيها الدبدوب ده. هي بصراحه حلوه قوي البحر وسمكاته والنجوم. بصوا جميله قوي الرسمه دي بصراحه مش شرط والله يتحط لها اي كورنيش. الوانها حلوه قوي الوانها اللي هي ايه الوان الطيف بس شكلها جميل مع هو اسمه ايه ابو قرن واحد ده انا عارفه اسمه ايه صحيح نسيت اسمه انا عارفه انه قرن ولا ايه ماشي هو ده. يعني انتوا كتر خيركم بقى لكم 11 دقيقه بتتابعوا معايا وما قلناش السعر لغايه دلوقتي. السعر بقى ايه؟ السعر 55 55 جنيه تمام. السعر 55 جنيه لل 3 دي الكبير والاطفال تمام تمام. احنا دلوقتي هنخش عليه على الدفايات. نخش على الدفايات في عندك الكوفرتا دي عرضها ايه؟ 42 اه. طيب دي بكام المتر؟ ده المشجر ب 120 المشجر ب 120 اه. في سادة يعني ده كل ده كده مشجر ب 120 السادة اللي زي ده كده تمام وفي بقية أشكال وفي بقية ألوان وكام بقى السادة؟ 125 ب 125 يعني دي 120 والسادة ب 125 يعني فرق 5 جنيه بس. 5 جنيه الكوفرتات كلها بألوانها عندي تمام ب 120 جنيه حلوة جدا.
و120 جنيه وقطن حلو قوي، ودي برضو جميله جدا، وممكن ياخدوا معاها الملايه بتاعتها في العمريه. ودي أيوة. دي احنا لسه فردينها في 3D، ممكن تاخدها عمرية. اه ممكن تاخدها 3D بدل ما تاخدها عمريه لو هي عايزه تنزل في في السعر. ودي المتر اهو ب 120 جنيه من المنقوش، والساده ب 125. نبتدي بقى نخش كده على، عايز اعرف الدك بكام. طلعنا بره بقى قطن التين عامل 50، عامل 50 جنيه بتاع الستاير بتاع البلكونات ده. ادي لون، وادي اللون الثاني. اه لا ما شاء الله طيله ومحمله. وادي اللون الثاني و50 جنيه المتر، واللون الثالث اهو ده الثالث بتاعه برده 50 جنيه. الحاجه بتاعته حلوه قوي اهي، الدك تقيل. تمام. الدفايات بقى الريشه دي ما فيش الا منها الا لون الكشمير بس، الكشمير بس. والمربعات دي في منها الزيتي والنبيتي في والبني جوه، والخلايا النحل موجود منها ثلاث الوان، الثلاث الوان دول الاسود والنبيتي والبني. والرسمه دي ولا نعرف الاول سعر دول كام؟ تمام. دول كده سعرهم كام؟ بص انا بس في عرض معمول على اي نوع متر دفايه 5 جنيه. هتنزل 5 جنيه في اي متر دفايه؟ قول لي عليه سعره الاصلي كام؟ اه 5 جنيه من الكامله. ماشي تمام؟ يعني ده الاصل بتاعه سعر واحد، ده من 140. 140 يعني 135 عنه. 135. يعني احنا دلوقتي هقول لكم 135، تمام؟ اهم ب 135 الاشكال دي، تمام؟ والشكل ده؟ دول عاملين 120. المتر عامل 120، هننزل 5؟ يبقى 115. يبقى 115. عرضهم 1.42 2 متر 40 يا جماعه ب 115. ده لمده معينه ولا على طول؟ لمده 10 ايام ان شاء الله. لمده 10 ايام ب 115. تمام. الاطفال دي نوع اطفال عندي كده؟ اه ده عامل 125. كل نوع اطفال ب 125؟ 125 يعني 120. 120 يعني ده من 120. 120 الاطفال داخل العرض لمده 10 ايام ب 120. بص دي حفر، ثواني بس اكمل بقيه الاطفال. ودي كمان حفر ب 120، ده كله حفر. ودي ب 120، ودي كمان ب 120 جنيه. تمام. فين اللي حضرتك بتقول عليها؟ دي رسمه تاني، يبقى دول من ابو 120 برضو. تمام. طب بالنسبه للبسكوته؟ البسكوته دول اخر لونين. اخر لونين اللون ب 140 يعني 135 جنيه في العرض. 135 جنيه البسكوته دي عرضها 2 متر 40. اللونين دول بس، اللون بامبا الحلاوه واللون النبيتي. بالنسبه للقلوب الحفر دي الخامه الثقيله، انا موجود عندي نوعين، الوسط والتقيل. تمام. موجود منها في السوق الخفيف برضو. تمام. يعني موجود منها ثلاث انواع، الخفيف ووسط والتقيل. تمام. انا اللي عندي الوسط اللي هو اللون ثلاثه دول، وسط ثلاث الوان، اربع الوان، الاربع الوان دول، الاربع الوان دول اللي هو الجراي واللون التركواز والكشمير والفراني ده. تمام. تمام. 140. تمام. ب 140 اللونين دول معاهم الكشمير برضو جوه. اه تمام. ب 150. ب 150 جنيه. تمام. تمام. دول بالنسبه للتقيل ثلاث الوانات، دول بقى لهم عرض هتنزل 5 جنيه. 5 جنيه برضه يعني 150 145 جنيه. تمام. يعني نزلي على الاسعار اللي احنا بنقولها 5 جنيه. والباتشه دي او الباره دي 25. طب 120 بقى بعد العرض. بعد العرض 120. وفي حفر برضه. تمام. تمام. ودي ايه؟ نص ونص ولا دي ايه؟ دي ب 110. دي ب 110؟ اه يعني ب 105 بعد العرض. تمام. تمام. ده البني اللي احنا قلنا ده اللون الثالث اللي جوه المحل، احنا قلت ب 140 بره وبعد كده قلنا 135 بعد العرض. تمام. تمام. وده الاسلامي اربع الوان، اربع الوان اهم. الاربع الوان بكام؟ ب 140 بره. ب 140 يعني 135. ده كده 140، ده كده يبقى كل ده ب 135. تمام. وده كده 125 يعني ب 120 جنيه. تمام. تمام يعني 120 و 135 جنيه. تمام. تمام لمده 10 ايام. بص برده جوه مفتوح برده كده، ماشي. العمريه دي المتر منها بكام؟ ده برده مفتوح، كله مفتوح ولا في مقفول؟ في جزء صغير من اول هنا كده لحد هنا، ده برسل مقفول. بكام؟ ده عامل 85. 85. وبرسل المفتوح 75. 75 جنيه. تمام. بالنسبه بقى للدفايات الجاهزه، الدفايات الجاهزه هي بس الموجوده اللي عندي، يعتبر الفيل دي. الفيل دي بكام بقى؟ دي عامله 240. 240 دفايه بس. 220 برضو داخل العرض. ماشي. 220 مش منهم اللي حابه، اللي هم دول بس اللي موجودين. تمام. انا بقى الساري اللي انا يعني بصراحه عايزه اصوره لكم، لان انا عجباني قوي اللهم بارك. الرسته بتاعته يعني مخليه الواحد يركز في الالوان مع الرسه، ما شاء الله. ده كده الساري 2 كنار بالتشكيل اللي فلوش برضه. طب ماشي. 2 كنار بكام؟ 85. عامل 80. 80 جنيه. تمام. الاثنين كنار ده ساري. أيوة. تمام. ده بقيه الوانه برضه 2 كنار و75 داخل العرض. 75 جنيه داخل العرض ان شاء الله. 75 داخل العرض يا جماعه، يعني انتوا عندكم الساري والساري عليهم عرض 75. ماشي. وده بقى اللي هو السواريه. تمام. اللي باللولي بقى ده كده باللولي، ده كله باللولي ولا غير؟ كله لا كله باللولي. عندك الجري والفشتكه واللبني واللون الكشمير الغامق، وعندك الفستقي، وعندك ده اصفر، ده مش ذهب. أيوة ده اصفر.
وعندك احمر وعندك كشمير لون هادي شويه عن الكشمير ده. أيوة ده غامق ده فاتح. بكام بقى اللي فيه لولي ده؟ ده عامل 130. ب 130 جنيه 125 داخل العرض. 125 داخل العرض. تمام تمام. وعنده جزئيه يا جماعه للبركال اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله المحل اللهم بارك. عندك البركال المصريه الساده المصريه المنقوش، عندك السري دي، عندك العمريه، عندك الدفايات كلها بالوانها باشكالها اللي احنا قلنا عليها وعليها عروض، وعنده كمان الريشه دي اللي مش عند حد اصلا. المهم البركال بكام؟ عامل 70. عامل 70 جنيه بركال. دي بس اشكال البركال اللي عندك اللهم بارك. تمام يبقى اخر حاجه هنتكلم عليها الساده بقى. الساده عندك المتر بكام؟ المصريه الساده المصريه ب 55 وعامل عليها عرض مده برده ب 10 ايام ب 53. 53 جنيه لمده ايه؟ 10 ايام. بسم الله ما شاء الله انا ماشيه على كل لون زي ما انتم شايفين اللهم بارك. بفضل الله اي لون ساده موجود. اي لون ساده موجوده عندك. ده المصريه ب 53 جنيه مع العرض لمده 10 ايام، كان ب 55 جنيه دلوقتي بقى ب 53 جنيه مع استاذه. يعني في حاجات جديده كمان جت في العمريه مش متعلقه. اه يعني ده كده كل الشغل بتاع العمريه اللي مش متعلقه كلها. برضو الهشير ده اصلا سعره كام؟ الهشير برضو كده زي المشجر 75. 75 جنيه. لون الكشمير جميل قوي عنده بصراحه. أيوة لون الكشمير جميل قوي. ولون التركواز بصوا جماله، بصوا اللون ده، ده كده 75 جنيه. ودي اشكال العمريه اللي هي مش متعلقه، يعني بالنسبه لجزء كبير متعلق اهو، هو جايب جديد لسه متعلقش بالاشكال بتاعته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.